انت راجل بتحصل تمام، عندك البلان ده فيه شويه اوعاد كتير جدا، هما تقريبا نماذج كام 18 نموذج، انا بحصل كل نموذج لوحده، عارف ابعاد من الجدول، هعرف ابعاد القاعده كام، وعارف السيكنس بتاعها كام كده، انا عرفت احصر النموذج واحد، بس انا عارف عددهم؟ لا، ما اكيد اللي بيصمم مش هيقعد يعدهم لك، هو مش فاضي، مش هيعدهم لك بقى وانت تيجي تاخدها على الجاهز، فهيسيبك انت تعد مع نفسك. في ناس بتعمل ايه؟ بيمسكهم بقى وبيتكل على الله كده، اه ويتنوا ماشي كده اف 2 1 2 3 4 بلان، عامل ازاي كل دي اواعي، هقعد اعد ده استفيد ازاي بفلتر، هقول له فلتر، فلتر لمين؟ هات سيلكت اوبشن اف 2، انا عايز اعرف عدد اف 2 دول كام، همسح كل حاجه واسيب التكست اللي اسمه اف 2 كده كده، لازم بتاع الديزاين يكتب لك على كل قاعده اسمها، فاكيد في مفيش ولا قاعده معلهاش اسم تمام، وهقول له ابلا وهعلم على البلان كله واجي اقول له انتر. مسك كام واحد هنا؟ 21، وهكذا بقى مع كل نموذج، خد العدد بسرعه. بس انت لو قعدت تدور، بص عد بقى براحتك، ممكن تستخدم فلتر في حته زي دي.